أهلا بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ رجعت لكم بفيديو جديد وروتين جديد. اليوم طبعا الفيديو من بيت أختي، أختي الكبيرة. طبعا اليوم رح نالها أنا وزوجي، لأنه تعرفون عيد ميلاد ابني، فقلت لها أنا رح أمر عليك وأخذك. فهي كانت تنية أنه دا أمر عليها أنه بس من الباب وأروح عادية. قالت لا، ألا تجون وشربون قهوة. فهي طبينا، شربنا قهوة، تعرفون هنا شوية قعدنا نسول، وهمنا مسوية تحضيرات العيد ميلاد يوسف. لأنه شنو بنات، أنا العام ما قدرت أسوي عيد ميلاد ليوسف، يعني مو ما قدرت وإنما سويت لعيد ميلاد، بس ما سويت له بالبيت. يعني صار عيد ميلاد برا البيت، ما قدرت أسوي، يعني ما قدرت أسوي بالبيت. فشنو هالمرة قلت لا خلي عوضة، لأنه ذيك المرة صار العيد ميلاد مو بوقته، يعني كان أبوه مريض وهاي، فما قدرت أسوي يعني عيد ميلاد وهيج. فشنو هسه لا، قلت خطية خلي أعوضة بهذا العيد ميلاد. هنا بنات طبعا وصيت من بيج، كل شي وصيت من عندي، يعني وصيت ميز كامل مال عيد ميلاد. هو الحلو يعني انو انتو شنو اللي تريدوه يجيبوا لكم. فأنا شنو سويت بنات، سويت هاي الشفقات مال عيد ميلاد، وسويت هاي التوزيعات، هذين التوزيعات يعني بسيطة، وجبت هاي المواعين والشوطلات. طبعا بنات يوسف كل هاي مال كوكو ميلون، طبعا هو من أول ما أجل الدنيا ويتفرج عليهم، ولحد الآن كل شي بهاي الشخصيات مالتهم. فأني إنه أنا حبيت أسوي مال الكوكو ميلون وعليه صورة يوسف، فاختاريت هاي الصورة. هاي الصورة كلش احبها، اخذتها ليوسف بالعيد ذاك العيد، يعني ذيك السنة اخذتها الى بالدجاجة، وكلش كلش احبها. فسويت له هاي الصورة، وطبعا هنا انا همين هي دازت لي هاي الاستيكرات كلش حلوة، ودازت لي حتى مال يعني مال عصير، تلزقوا على عصير، على قطعة بيبسي، على مي، انتو بعد براحتكم والعدد اللي انتو تريدو طلبوا من عندها. وحتى المواعين والخواشي كل شي يعني على حسب اللي انتو طالبين. وهمينة بنات هي همينة مسويت لي هاي الصور مالت يوسف، هم سويت لي هاي الشريط، هم كلش كلش حبيتهن. وهاي طبعا مال شامية، همينه شامية تشبس، اي شان حبيت احط بيها شامية. وهنا بنات هذا كان ترتيب الميز مال عيد ميلاد. وهنا أنا على صفحة سويت ميز الاكل، طبعا انا بالبداية ردت اسويهن سوية، بس حسيت الميز صار كل شوسة، فحبيت اسويهم ميزين، حسيت ارتب. هاي بنات الكيكة حبيت احط عليها السيارات، لانه يوسف يعشق شي اسمه سيارات، كلش كلش يحب السيارات. فخليت الكيكة يكون الديزاين مالتها كلها سيارات وهاي السوالف، والميز مثل ما شفتوا هو الشخصية اللي هو دائما يتفرجها بالتليفون. وطبعا بنات ما احكي لكم على طعم الكيكة، كان كلش كلش طيب. طبعا اكثر شيء احب اركز على الكيكة اللي هي الحشوات مالتها، احب ان الكيكة تكون بيها حشوات هواية ومتعددة. Woo!
وهنا طبعا ابوي جاب له هديه وقلت له تعال خلينا نفتحها انا وياك. طبعا بنات شوفوا شلون قام ما يلحق هيك يريد بسرعه بسرعه يفتح الهديه. طبعا بنات هاي زوجي جابها قبل بيوم وبس ما خلى يوسف يشوفها وجلدناها إله، وطبعا كلش كلش فرح بيها. وهنا رجعنا يعني طبعا بنات سوينا عيد ميلاد وكملنا، وبعدين رجعنا للبيت لأنه شنو باشر بنات عندي جولة الصبح داروح للسوق لأنه محتاجة كم شغلة من السوق لازم أروح وأجيبها على مود أكمل. هلا بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ طبعا اليوم الفيديو راح يكون من السوق. تعرفون اليوم جمعة والجو حلو، فقررنا نطلع نتمشى بدون لا سيارة ولا كل شيء. نروح نتمشى ونغير جو، واحد شوية نشوف شو قضينا. نطلع بس بالليل لا في شمس وبالسيارة محبوسين ولا ذاك يوسف. طبعا بنات اليوم غير عربانة، بصراحة أنا ما أحب هاي العربانة، هاي العربانة شوية كبيرة. أحب ذيك العربانة اللي تكون شوية ناعمة صغيرة، هاي لين كبيرة نضج من عندها. بس ذيك نسيتها ببيت أهلي فاضطريت أني أنزل هاي. هي أوكي حلوة بس مو كبيرة، ذيك أحسها كلش ناعمة وململمة صغيرة على إيدنا، يعني طب بالسوق طب بكل مكان لين ناعمة. عندي نواقص بهارات، اخذت ماجي يعني اخذت في شغلات عندي نقص بعد راح اجيبها. ترى هذا الماجي كل زين اني استخدمه. طبعا بنات تسالني المواعين كلي حبيتهم. طبعا هذا المعون على 1000 دينار، اخذت 3 وهذا الشيء عجبني ما حبيت. خلت هاي المعكرونية شفتها 3 أشكال يعني. تعرفون احنا لازم بكل عيد بكل رمضان اذا عدنا عرس اذا عدنا عيد ميلاد اذا عدنا مناسبة لازم احنا نسوي حملة تنظيف. شنو السبب؟ والله ما ادري، بس هي بعد صارت تقاليد وعادات بعد ما نقدر. فمثل ما تشوفون بنات بعد كم يوم داخل علينا رمضان، يا ربي يعيد علينا بالخير والعافية يا رب العالمين. طبعا من أحلى أحلى الشهور هو شهر رمضان، يا رب تقبل صيامنا وطاعتنا يا رب العالمين. وهنا بنات حطيت تايت لأني يعني حاطة يعني هذين البردات يعني بنات راح يعني انتظرها تنترس يلا احط القاصر، لانه من احط القاصر فينطبع بمكان واحد، فاني انتظرها تنترس ماي يلا احط القاصر. راح اختار درجة المي 3 12 وها هي. تشوفون تريقنا وخلصنا ريوق وهاي الامور، فراد للتنظيف يعني هاي التنظيفه الزينه، فانتظروا وياي التنظيفات. طبعا هاي التنظيفات مال رمضان، انا مثل ما تدرون بيا كملت الغرفه كملت الصاله، بقى عندي بس المطبخ والحولي مالتي
أكمله حتى أكون أنا كملت كل شغلي قبل رمضان، حتى هيك نستقبل الشهر بنظافة، بطبخات حلوة، بطبخات جديدة ما نتعاجز، كل شيء مصفط ومرتب ونظيف. مثل ما شفتوا بنات بالبداية طلعت البهارات اللي عندي، شفت شنو النقص اللي عندي، اني اصلا جبته من السوق وجيت عبيت بالعلب، شفت العلب اللي ما محتاجة تنظيف يعني النظيفة، لان اني ما صار هواية من رتبت الكاونتر مالتي، رتبت الجو والفرفوري وهاي الامور كلها رتبتها، حتى قسم البهارات اني نظفته ورتبته، يعني تقريبا صار لي 15 يوم هيك اكثر، بس تعرفون مدام هو على ايدي فيظل مرتب يعني ما يتخربط. المهم فاجيت اني تأكدت من العلب رتبتهم، وهنا انا جبت غير علب بنات همين كذا نغير، فحبيت وحدة حطيت بيها مثل ما شفتوا بالفيديو، حطيت بيها شامية حتى تكون جوا ايدي، وحطيت القهوة اكيد والملح، طبعا حطيت ملح بهاية، وعندي حاطة يم الطباخ، اني مو حاطه رف يم الطباخ، حاطه علب صغار تشي فخارياتهم، حاطه وحده بيها ملح حتى جوا ايدي، يعني انه هاي بس حاطه بيها الملح الاساسي اللي افرغ من عنده، لان تعرفون الملح لازم يشي جوا ايدنا بسرعه بسرعه، مو مال اشيل العلبه الكبراتها على مود ارش ملح. المهم انا غسلت المواعين كليتها، وشون بنات حتى الرف صفيته، الرفوف اللي فوق الطباخ نزلتهم، شكو شي عليهم جلفته، والرفوف هم جلفتها، وجلفت الطباخ والعيون والسيم كل شي جلفت، حتى هي تكون تنظيفة للمطبخ مرتبة. وهنا بنات أنا مثل ما قلت لكم البردات همين غسلتهم، عاد هنا نشفوا وخلصوا، بقى بس أعلقهم، أنا ما أشرن قوة أعلقين، هن أول تالي راح يبسن أنا وأعلقهم. خلصت شغل المطبخ، مثل ما تشوفون طبعا بقى بس تفاصيل صغيرة، يعني أعلق البردة، أجلف القاع مال المطبخ، يعني هيك شغلات بسيطة، بس المهم خلصت من الشغلات الأساسية اللي هي البهارات. جلفت الكابسة، طبعا مو كل شي صورت لكم اكيد، جلفت هاي مال المواعين، صفيت الكاونتر، جلفت العلب الوسخة النظيفة عفتها والوسخة جلفتها، طبعا بدلتها ثاني همين مثل ما قلت لكم، وحسة هيك صار عندي مطبخ تقريبا جهز تقريبا 90%، يعني بعد لك شغلات كلش بسيطة واختم المطبخ واكمله. أنا سويت الغراف كليتهم جلفتهم وحطيتهم، وهنا أنا يعني وشلون من هنا لفت ساعتين ثلاثة لحد ما يعني نشفون على الأخير، يلا أقدر عن كل واحد أرجع بمكانه مثل ما تشوفون، كليتين جلفتهم ما خليت شيء، جلفت شو شيء إجى قبالة جلفته على مود يطلعون كل شيء، يعني كل شيء جديد تمينة جلفته
ولمعتي حتى هاي بنات حتى هاي حطيت عليها جيف وجلفت. الحين الرفوف مالتي طبعا فرغتهم كليتين وجلفت الرفوف طبعا جلفتهم كليتهم يعني. ومثل ما تشوفون كل شيء جلفته بقى بس انتظرهم يوشلون حتى باكر ان شاء الله يلا ارتبهم. يعني شوف باكر او بالليل يلا ارتبهم. صباح الخير بنات، شلونكم مره ثانيه؟ طبعا هنا ثاني يوم اجتي حماتي الصبح يمي، فشنو سويت هذا الريوق المرتب. طبعا بنات هنا سويت مخلمه وعلى طبخه سويت كريب، ويعني هو صار ما ادري شلون شنو اجى قدامي سويت. بس لا والله كريب يعني من البارحه هي وصلتني قالت لي مشتهي كريب فسويت على الريوق. وبعدين هنا ورا ما خلصنا ريوق سويت قهوه، لان قلت لكم بعد عندي تفاصيل صغيره اريد اكملها بالبيت، فلازم واحد لازم راتله طاقه ونشاط حتى يبلش يكمل ترتيبات بيته. هنا أنا بنات انا اسوي القهوه صايره بالجهاز مالتها بنات، كلش اسوي القهوه طيبه، بالاخص جماعتي اللي ما ينتظرون يعني ما يعرفون يطلعون قشوه بالقهوه، وهاي الحلو بيها قبل هي تطلع قشوه وتسوي فتشي، يعني القهوه تسويها كلش زينه. ف يعني جربوا القهوه بالجهاز وتعوفوها وتروحون، يعني هي تفصل من وحدها ما تخلي القهوه تفور وهيج، وبس للقهوه يعني ما تستخدم غير شيء. جربت اسوي بها غير شيء يعني ما هي مختصه بس للقهوه. احنا انا اجيت همينه دا اصوب، ما احكي لكم على الريحه يا بيت تجنن. طبعا بنات استخدم بني العميد، بني العميد بالهيل كلش طيبه هاي القهوه. انا تقريبا صار لي سنتين استخدمها. وعدكم بن الضيافه همينه، بن الضيافه بالنستله هاي همينه فتشي، يعني هن هذني الاثنين احنا نستخدمهن انا وبيت اهلي، بس انا الصراحه كل استخدم بن العميد بالهيل، هيجي ريحتها كلش احبها. انا قعدنا تعرفون سوالف وما اعرف شنو، فهيك راد لها قاعده. بنات الصينية اللي اشتريتها جديدة شو رايكم بيها، حلوة ولا؟ طبعا بنات هنا انا ورا ما كملت قمت غسلت المواعين، ومن بعدها سويت لي طاس هيك خبطت قاصر وشوية تايت وزاهي مشيت بيها حياطين البيت. قلت تدرون بياني بين فترة وفترة الحياطين كليتها لازم امسحها، تعرفون الايدينات الجهال الهاية كلها تطبع بالحياط، واني عندي طفل صغير. فشنو بنات مشيت الحايط كليته مسح بالقاصر وبالتايت، بحيث يرجع لكم الحايط عبالك مصبوغ، بالاخص هذا صبغ البويه هذا كلش حلو بالمسح. همينه يفتح البيت الوانه هيك، يفتح البيت ويكبر البيت، وهمينه سهل بالتنظيف يعني ما يتعبكم بالتنظيف، وحتى من تريدون تجلفوا ينجلف بسرعه. هنا بنات صدق علقت البرداد وجيت على الثلاجه همينه نظفتها ومسحتها مثل ما تشوفون. انا نظفتها قبل بيوم بس هيجي قلت خلي امسحها من برا مسحه اخيره. وورا ما خلصت هنا اجيت على القاع، طبعا مثل ما قلت لكم شلت الموكيتات كليتن وجلفنا القاع جلفه ومسحتها. هنا عشان عندي وصل هذني القطع اللي افرشن فوق الموكيتات، فهاي كانت وسخه قلت خلي اغسلها. بعدين هنا انا جيت بنات على صدر الدجاج، قلت مدام انا دا اشتغل خلي اقطع يعني اسوي مكعبات واضمه بالثلاجه، قلت ليش بعدين يجمد ومن ارد استخدمه يصير صعب من اقطعه ولازم اطلعه قبل بساعه وساعتين، دخل اقطعه مره واحده ومدام هو مايع. هنا انا بنات راح اسويه هيك مكعبات. هاي بناتي يفيد بكومه طبخات الصدر الدجاج، اذا تجون تسووه حميسات او يا البرياني او صاج او اي اكله تريدوها، يعني هو شويه سريع، فانتو تقدرون يعني مثل ما انا هيك راح اسوي بنات واقطعه يعني اسوي بتشيسين مال طبختين، وتقدرون التبلو يعني همين التبلو تضموه بالثلاجه اللي يحب التتبيلات وهاي الامور، يعني هاي بعد شيء براحتكم، بس انا علي لا فقط هيك اسويه واضمه بالتشيس، واني بعدين من اجي اريد اطبخه
يعني بس احط هو والجامد قبل بالجدريه، هو يعني ثواني راح يموع كليته، واقدر اضيف عليه ليمون بهارات. بعد هذا الشيء خاص بينا. بعدين هنا بنات جيت على السبيناخ، انا البارحه اشتريت سبيناخ وحطيته بالثلاجه، فهيك عوداني تعبانه قلت ما اسوي اليوم، قلت اسوي باكر، بس هيك تشيس بالثلاجه ضوجني لين كبير، فقلت يلا هي انا تعبانه نخلي اكمل احسن. فهنا بنات اول مره لقطته، وبعدين حطيته بالبلنجانه كلي تغسلته كل زينه، لان تعرفون الاسبيناغ يلم شويه يعني رمل، كل شويه مو شويه، فغسلته اكثر من مره، وبعدين اجيت وثرمته. هذا هم بنات يفيد الثرمو، تحطوه بالثلاجه على مود شو وقت ما تريدون، وبالفريزر يعني مو بالثلاجه، جمدوه وشو وقت ما تريدون تطبخوه، بس حتطلعوه وحيكون كل شيء جاهز، بس تحمسون وتكمل المرقة. يعني هو أكثر شيء المزعج بالسبيناخ هو الثرم مالته والغسل، يعني ياخذ وقت، فمرات احنا نتعاجل من عنده. فمثل ما تشوفون بنات حطيته بهذا التشيز، يعني ما عندي حافظة، فهذا التشيز اضمه بالفريزر، لان مو ما عندي حافظة، وانما الفريزر مالتي صغير يعني ما يكفي، فاحطه بالتشيز حتى اقدر يعني استغل المساحة. وهذا الحافظة الصغيرة حطيت بها الآلة، واني هم مسوية حافظة ثانية حطيت بها شو اسمه هذا المعدنوس، هم ثرمته وضمته بالفريزر. وهنا انا بعدين جيت على الغرفه على مود البس شرشف جديد، طبعا هذا شرشف كلش احبه، بحيث عندي كومه شراجف، بس اني مكلبه بهذا ما اعرف شيء، يعني نوعيه القماش عاجبتني، اللون مالتي كلش يقعد بالغرفه، لما ارتب الشرشف مال الغرفه الغرفه تصير كلش مرتبه، فاني كلش احبه. وهنا انا بنات بلشت اعزل هاي التحضيرات، التحضيرات الأخيرة مال التعزيل والترتيب. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا، كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا، كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا، نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمع. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا، كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا.